حبا في الاهلي طبعا عايز الاهلي يكسب الدوري وعايز الاهلي يكسب كل البطولات، لكن الحقيقه كمان عايز اشوف منافسه، عايز اخش كل مباراه وانا مش متوقع نتيجتها، مش مطمن الاهلي هيكسب مرتاح. وده شيء طبيعي، يعني خدوا بال حضراتكم ان كل فرقه بتخش او بتلعب قدام النادي الاهلي مباراه كانت في ترتيب متقدم، كانت في وسط الجدول، كانت في ترتيب متاخر او بتصارع حتى على الهبوط، بتقدم اقصى ما عندها للظهور قدام النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وجماهير الكوره والاعلام في مصر بشكل كويس. لكن انا بتكلم على المنافسه، بتكلم على بطوله قويه، وبالتاكيد المستفيد الاول من وجود منافسين اقوياء هيكون برضو النادي الاهلي. في بدايه انطلاقه موسم وتقييم كده الجوله الاولى كان فيها ملاحظه غريبه جدا، كل فرق الدوري اللي لعبت على ارضها ما كسبتش باستثناء طبعا النادي الاهلي. خلونا بس قبل ما نخش في الدوري وقبل ما نتكلم في الالماز والبرلانت والصفيح نرحب بنجم النادي الاهلي وضيفنا النهارده كابتن عادل طعيمه. اهلا بيك يا كابتن عادل. كابتن احمد، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. نور حبيبي. فرصه نبارك لحضرتك على الثلاثيه، ما شفتش حضرتك من ساعتها. مبروك علينا كلنا وعلى جميع النادي الاهلي وعليكم، وشكو حلو على القناه. الحمد لله. الحمد وعلى لله وعلى النادي طبعا، ونتمنى ان شاء الله تبقى خماسيه كمان ان شاء الله باذن الله. خماسيه وسدسيه ان شاء الله، والعشره جايه. والعشره جايه بالظبط كده. اهلا بيك يا كابتن عادل. اهلا بيك. يعني خليني اخد كده تقييم سريع من حضرتك قبل ما ندخل في التفاصيل في بدايه انطلاق موسم الدوري، وهل بتتوقع طبعا الاهلي بطل النسخ الخمسه الاخيره من بطوله الدوري المصري؟ هل شايف ان البطوله دي بدايتها بتقول ان احنا قدام شكل مختلف من مستوى المنافسه؟ هل متوقع انه يكون يعني البطوله نفسها الفرق اللي هتنافس فيها منطقه الوسط خريطتها مختلفه عن المواسم السابقه، ولا متوقع انه يكون استمرار الخمس مواسم اللي فاتوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا انه كنا دايما بننادي انه رؤساء الانديه تحسن اختيار المدير الفني علشان يبقى هناك يقدر يختار اللعيبه. معظم الانديه حتى الانديه اللي صعدت احسنت الاختيار، وثم ابتدوا يدعموا فرقتهم مش عن طريق اداره النادي، لا عن طريق المدير الفني اللي هم احسنوا اختياره وهو جاب اللعيبه. معظم الانديه انا شايف انها كلها دعمت نفسها بشكل رائع جدا، وزي ما حضرتك عارف الناس اللي كانت بتنادي ان الدوري يتلغي النهارده هي اللي بتشيد ان النادي الاهلي كان مصر ان البطوله دي تستمر تستكمل. والدليل على كده البدايه القويه جدا، شفنا سيراميكا بيكسب وشفنا اسوان بيكسب امبي وبيلعب احسن من امبي كمان الاداء الفني. ايوه. فحسن الاختيار الى جانب حاجه تانية برضو، الملاعب عليها عمل كبير الى جانب اختيار المدير الفني، الى جانب طبعا الدعم المادي عن طريق البث الفضائي والحاجات ديت. الانديه بتاخد دعم عن طريق اظن الشركه الراعيه، وبالتالي بقى في برضو مردود مادي الى جانب قانون الرياضه، فبقى في الملعب وفي الاداره وفي المدير الفني اللي بيجيب لعيبه كويسه، فالمنظومه وفي الفار وفي الفار. بس الفار اللي هو دايما يعني ما بيجيش معانا الاهلي، ما اعرفش ليه. طيب خليني اتكلم مع الملاحظه الاولى اللي لاحظناها على الجوله الاولى، وهي انه كل الفرق اللي بتلعب على ملعبها ما استطاعتش انها تحقق الفوز باستثناء النادي الاهلي. شايفها ازاي او تقراها ازاي؟ وهل ده معناه انه الملعب ما بقاش بالضروره يفرق مع يعني فرقته؟ يعني كنا دايما بنقول الارض والجمهور، الارض والجمهور. هل غياب الجمهور لغى حته العامل الارض، او انه يكون الارض تكون يعني عامل تفوق للفرقه اللي بتلعب على ارضها؟ برافو عليك. طبعا لما يكونش في جمهور الانديه كلها بتتساوى، اللي هيفرق ان في نادي زي النادي الاهلي عنده لعيبته عارفه ان في جماهير في الشارع كتيره جدا، وبعد المباراه هيخرج عارف ان في ناس هتقابله في كل حته، وعارف ان الناس كلها بتتفرج عليه، وعارف ان الشارع بيبقى فاضي طول ما الماتش النادي الاهلي بيبقى ملعوب. فطبعا الحته دي برضو لما يكون في جمهور بيأثر على المنافس، وخاصه لما يكونش عنده خبره. في حاجه دايما بقولها، لعيب الكوره المحترف، وطبعا احنا دوري محترفين عندنا، الملعب هو الوطن بتاعه. الملعب هو الوطن بتاعه، يعني ايه؟ المستطيل الاخضر سواء في حد موجود في المدرج او مفيش، في حاجه اسمها عزل في الكوره. هو العزل حاجه نفسيه. ايوه. ان انا ممكن جدا وداني مش بتسمع غير المدير الفني بتاعي. لو في جمهور بيزايط عليا او يعني انا وداني مش معاه. وحتى لو بيشجعني ممكن شويه، انما مش دايما هبقى معاه.
والا الغرور هينتابني لما كل كره تجي لي والجمهور بيشجعني قوي. ممكن جدا ان انا ياثر على مستواي سلبا. امال ايه؟ ما بقاش العب فردي، ما العبش جماعي. انسى ان انا فرقه بتلعب الكره الجماعيه. في حاجه اسمها عزل، هتبص تلاقي كل الفرقه الكبيره في العالم الملعب بتاعه هو ده الوطن بتاعه. فدي طبعا لما يكون بقى في جمهور طبعا بيفرق للفريق المنافس، وطبعا بيدي طبعا سنه برضو قوه للفريق، وخاصه لما يكون فيه ولاد ما عندهمش الخبره طبعا دي بتضيف لهم قوه ما لا يستهان بيها. طيب خليني اتكلم على الكتل اللي موجوده في الدوري العام قبل ما نتكلم على الفرق بشكل مفصل، بس نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. بخلاف النادي الأهلي، رفضت الأرض أن تلعب مع أصحابها في مباريات الأسبوع الأول لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. ففي 9 مباريات أقيمت لافتتاح مباريات الدوري العام لموسم 2020-2021 لم ينجح فريق في تحقيق الفوز على ملعبه إلا الأهلي الذي حقق الفوز على مصر بمقصة بنتيجة 3-1، ليكون الاستثناء الوحيد في هذه الجولة التي بدأت بهزيمة الإنتاج الحربي على ملعبه من سيراميكا كليوباترا الوافد الجديد للدوري بهدفين دون رد. كما تلقى إمبي الخسارة أيضا على ملعبه بهدف دون رد أمام أسوان، فيما خسر بيراميدز على ملعبه الدفاع الجوي من الاتحاد السكندري بهدفين لهدف. كما خسر أيضا المقاولون العرب من الزمالك بهدفين دون رد، ليتواصل سقوط أصحاب الأرض على ملاعبهم. كما شهدت الجولة تعادل طلائع الجيش على ملعبه بهدف لكل فريق أمام الجونة، كما تعادل البنك الأهلي أمام وادي دجلة في الدقائق الأخيرة بعد أن كان متأخرا بهدف حتى الدقيقة 90. كما تعادل المصري أمام الإسماعيلي سلبيا في درب القناة والذي أقيم بينهما على استاد برج العرب. كما فشل سموحة في الفوز على ملعبه وتعادل مع المحلة بهدف لكل فريق، ليتواصل عناد الأرض ضد أصحابها، وفشلوا جميعا في تحقيق الفوز على ملعبهم بخلاف الأهلي فقط في هذه الجولة. عشان نتكلم جد، الجولة الأولى كان فيها ماتشات حلو، كان فيها كرة حلو، يعني بصرف النظر عن مين بيلعب مين، احنا اتفرجنا على ماتشات، منها ماتشات كلاسيكية دربيات مثلا زي الإسماعيلي والمصري، منها ماتشات زي بيراميدز والاتحاد كان ماتش من الماتشات الكويسة واللي فيها كرة وفيها مفاجآت كتير. شفنا مثلا من الصاعدين سيراميكا والبنك الأهلي بيقدموا، والغزل كمان الحقيقة، ويمكن كابتن عادل هيكلمنا على غزل المحله بشكل يعني مفصل اكتر، لكن شفنا كوره حلوه وشفنا منافسه، ويبدو انه حتى اللعيبه نفسها مفتوحه تقدم سيزن قوي. مره ثانيه برحب بيك كابتن عادل. كنت بقول قبل الفصل انه الدوري طبعا ده التقرير اللي بيقول انه الارض خلاص ما بقتش بتفرق كتير، ما حدش استغل عامل الارض غير النادي الاهلي، يعني هو الوحيد اللي قدر يحقق الفوز على ارضه. لكن الدوري بشكل عام عندنا النهارده بنتكلم، نقدر نقول يعني بوادر ثلاث كتل اساسيه، الانديه ذات الشعبيه والجماهيريه، اهلي زمالك اسماعيلي مصري اتحاد غزل، مش عارف نسيت حد ولا لا، لا هو كده يعني تقريبا هم دول. عندنا انديه في اسوان كمان يعني، واسوان طبعا عندنا انديه مؤسسات بتتبع كيانات او بتتبع شركات زي الانتاج الحربي، زي ام بي اللي بتدعمها مؤسسة أو شركة المقاولون العرب، نفس الحكاية. عندنا كمان أندية ابتدت تدخل وتزيد زي الأندية الاستثمارية، شفنا تجربة بيراميدز، شفنا أعتقد سيراميكا السنة دي وبرضو نازل بفرقة يعني شكلها كده ناوية تقدم كرة وناوية يكون ليها شكل. من وجهة نظرك هل ده ممكن يضيف أو يفيد نوع قوة المسابقة أو حجم المنافسة داخل مسابقة الدوري العام، ولا شايف أنه ممكن يكون ليه كمان أضرار؟ وما فيش شك ليه اضرار، ليه اضرار طبعا، لان هي الكره كره جماهيريه. أيوة. اللعبه لعبه شعبيه ولعبه جماهيريه، انت بتروح الاستاد علشان تشوف غزل المحله بيلاعب المقاولين العرب، غزل المحله يبقى ليه جمهور والمقاولين العرب ليه جمهور. صحيح. يعني انا المفروض في اي تيم في العالم
يعني طبعا مش عايز اقارن نفسنا بالاسبانيا وانجلترا، دوست تيم درجه ثالثه في البرازيل، تيم درجه ثالثه ودوست تلاقي جمهوره مالي الاستاد، مالي الاستاد. فهي الكره اتعملت علشان الجمهور، ايوه، علشان الناس تستمتع ويبقى ليها انتماء للنادي بتاعها. الانتماء ده بيبقى للنادي ثم للدوله وهكذا. فطبعا التجربه اللي احنا بنعيشها، طبعا مش عايز حد يزعل مننا، لكن هي كره كده، ما في يعني انا مؤسسه بلعب وما فيش حد في المدرج، فدي برضو ما فيهاش فير ليا. هل ممكن فريق يكون ملوش يعني ملوش جماهير او ملوش ظهير جماهيري يقدر يوصل ويحقق بطولات ويبقى فريق يعني صعب قوي؟ صعبه جدا، صعب جدا. شايف ان وجود الجماهير عنصر اساسي لتحقيق البطوله؟ ما هي زي الاداره، اللاعبين، الجهاز الفني، الاعلام. الاعلام ليه دور الى يعني هي خمس مقومات موجودين في النادي الاهلي وفي الانديه الشعبيه. هتلاقي الاتحاد اخذ قبل كده، هتلاقي غزل المحله خد دوري قبل كده، بس المقاولين برضو خد قبل كده، يعني امين ووصل افريقيا ويعني وخد بطولات محليه في اكتر من مناسبه. كان في وقت كده كان عثمان بيه الله يرحمه كان بيبقى العمال والموظفين كانوا بيشجعوا، كانوا بييجوا في المدرجات وكانوا بيشجعوا. ايوه، بس فهي يعني الحته دي ان شاء الله مع الوقت. كنت اتمنى مثلا في تيم عنده المقابل المادي عالي، ايه المانع ان انا اخد اسم والعب بيه؟ يعني مثلا يعني المنيا، اخد انا ايه المنيا، محافظه المنيا مليانه جمهورها طبعا كله اهلاوي بس كتير قوي يعني، فاخد الاسم والعب بالاسم ده وابقى بدعمه، وفي نفس الوقت انا كمستثمر بكسب كل حاجه بس بلعب. يعني فكره دمج بين الاستثمار والانديه الشعبيه والجماهيريه. بيبقى انا كمستثمر بروح واخد الاسم زي بيراميدز مع الفارق يعني. ايوه، يعني بيراميدز كان الاسيوطي برضه ما كانش ليه جمهور. انا كنت اتمنى يبقى فيه اسم بيتاخد من المحافظات اللي هي سوهاج، الانديه بني سويف، الدمنهور، المنصوره، ترسانه، دي انديه ليها جماهيرتها. فانا لسه مش عايز اعمل اسم جديد انا، ودي طبعا حاجه ان شاء الله مع الوقت هتحصل، لان انت كمستثمر محتاج الدعم الجماهيري، لان لما يبقى في جمهور هيبقى في لك دخل بيجي لك من الايراد، الى جانب طبعا الايراد مع طبعا الحاجات اللي هي بقى التيشيرت والكاب والدعايه والحاجات دي. امال ايه؟ طب لو اتكلمت على الفرقه اللي لفتت نظرك، يعني في العادي بتبقى الفرقه اللي طالعه من درجه تانية اللي تلعب ممتاز الى حد ما بتجد صعوبات في البدايات، غالبا بتبقى طالعه تسلم وبترجع تاني، يعني في اغلب الاحوال، الا في طبعا لكل قاعده استثناء، لكن واضح انه الثلاثه اللي طالعين يعني الثلاث ماتشات اللي انا اتفرجت عليهم، المحله وسيراميكا والبنك الاهلي، طالعين يقولوا لا احنا طالعين كبار، يعني احنا مش طالعين نعمل تمثيل مشرف. اكتر فرقه عجبتك واكتر مدير فني حسيت انه هيكون اضافه لبطوله الدوري السنه دي؟ الحقيقه سيراميكا عجبني جدا، وطبعا محمد يوسف ابننا يعني في النادي الاهلي، البنك الاهلي، البنك الاهلي عاملين كبدايه. انا مفروض ان انا البدايه دي بترم عن شخصيتي، انا ناوي على ايه؟ انا الناس اتعاقدوا معايا علشان ايه؟ علشان اصارع على الهبوط؟ لا، ده انا من اول مباراه لازم ابقى عامل حسابي كويس قوي ان انا بلعب كل مبارياتي بحيث ان انا الدور الاولاني اكون او الم اكبر عدد من النقاط، بحيث ان الدور الثاني بيبقى اصعب، وبالتالي هيبقى انا برضو اخذت عدد من النقاط، الى جانب ان انا عندي المقابل المادي، الى جانب ان انا لسه في يناير لو هناك تدعيم بتدعم. وبعدين بتبقى الفكره ان انا عندي المقابل المادي، عندي المدير الفني، عندي الاداره المتفاهمه، انا ناقصني ان انا الدافع المعنوي ان انا اوصل للاعبتي انك انت بتلعب ما تخافش، عندك القدرات، انت ما انتش اقل من التيم المنافس اللي بيلعب. واعتقد ان الثلاث انديه دول اللي طالع الصاعدين، سيراميكا والبنك الاهلي وغزل المحله، الحقيقه ظهروا بصوره جيده جدا، واحنا شفنا سموحه مركز خامس، وشفنا غزل المحله كان قريب جدا ان هو يكسب. صحيح برضه سموحه ابننا احمد سامي برضه الولاد يمكن خذلوه شويه، ان اربع كور انفراد بالمرمى، في واحده منهم انفراد بالشبكه، لكن ما فيش شك ان غزل المحله برضه ادى احساس انه فريق قوي بيلعب بثقه،
وغزل المحله طبعا عنده. عايز انت الغزل المحله كابتن عادل؟ لا انا طبعا يعني عشره قعدت معاهم 3 سنين. ايوه طبعا. هما طول عمرهم الحقيقه يمكن يعني كان فريق تقيل وكان فريق ماتشاته صعبه. كنت لسه بتكلم من يومين لما كنا نروح نلعب او الاهلي يروح يلعب في المحله، كان بيبقى يعني مباراه باجواء حماسيه، مباراه صعبه، الاهلاويه بيبقوا شايلين مع الغزل او مع حتى البلديه لما كانت البلديه بتلعب في الدوري الممتاز. انا مسكت البلديه كمان. كان يعني انت واخد توكيل المحله كله كابتن. قعدت 4 سنين. فمتوقع انه المحله ترجع زي ما كانت او يعني تبقى فريق بنفس القوه وتقدم سيزون قوي السنه دي؟ العقليه الاستثماريه في 3-4 شركات كبار. مش عارف ممكن نقول مصر للطيران مثلا داخلين كداعم، شركه وطنيه وفي معاهم ثلاث شركات تانيين. المنطقه دي غنيه من اللاعبين، عندهم كل الامكانيات من ملعب من جيم من كل حاجه موجوده طبعا. وبعدين عندهم مدير فني برضو خالد عيد واشرف شيحه، والولاد دول كانوا انا مرنتهم، وفي واحد منهم المساعد اللي لعب امبارح الماتش طارق غيده. أي. كان معايا في بلديه المحله. الولاد دول من المحله وعارفين يعني ايه الخبرات، وعارفين يعني ايه يجيبوا لعيبه من الاسواق اللي حواليهم من الانديه اللي حواليهم، فعاملين تيم كويس وبيدفعوهم ان زي ما انا كنت بعلمهم. احنا في البلديه وفي غزل المحله احنا كسبنا الزمالك في الاستاد، وفي البلديه برضو كسبنا الزمالك وكسبنا الانديه الكبيره والاسماعيلي برضو. ان احنا الحاجات اللي احنا اتربينا عليها في النادي الاهلي بنوصلها للولاد دول. يعني تركيبه الجدول عايز اقف مع حضرتك فيها شويه بالتفصيل. الفرق اللي هتنافس، الفرق اللي بيقولوا عليها دايما يعني بتلعب على المنطقه الدافيه، والفرق اللي بتصعد على الهبوط. التركيبه دي كان فيها تشوه كبير جدا في السنوات الاخيره، خلينا نشوف رايك فيها بس بعد ما نرجع من فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ومع ضيفنا نجم النادي الاهلي كابتن عادل طايم. يا اهلا وسهلا مره تانية بحضراتكم في السادسه. هفكركم الحقيقه يمكن عشان لسه الموضوع جديد واللي مش متابعنا يتابعنا واللي ما يعرفش يعرف. خليني اقول لحضراتكم انه مع اول طلقه في بدايه الموسم مع مباراه مصر الاهلي والمقصه، مصر المقصه، قررنا ان احنا نعمل في كل مباراه هياخدها النادي الاهلي على مدار مشوار الموسم بالكامل اختيار للجمهور لافضل لاعب من وجهه نظركم. كل واحد هيختار 3 لعيبه، وصاحب المركز الاول زي ما قلنا بياخد 3 نقاط، صاحب المركز الثاني بياخد 2 نقط، صاحب المركز الثالث بياخد 1 نقطة. وفكركم بالسؤال، اختيار افضل 3 لاعبين من النادي الاهلي في مباراه المقصه على مدار السيزون بالكامل هيتم حصر عدد النقاط اللي حصل عليها 3 لاعيبه، وقبل المباراه القادمه هيتم اعلان نتيجه المباراه دي. يعني ان شاء الله قبل ماتش غزل المحله ما يخش الاستفتاء بتاعه هنكون اعلنا لحضراتكم مين افضل 3 لاعبين من وجهه نظر الجماهير بالارقام من على صفحاتنا على السوشيال ميديا، تحديدا على الفيسبوك وعلى تويتر. لغايه اللحظه ونتيجه مش نهائيه، لغايه اللحظه جمهور النادي الاهلي مختار ومش بالترتيب، مختار محمود كهربا وعمرو السوليه وعلي معلول، دول النجوم اللي تصدروا بشكل كبير تصويت جماهير النادي الاهلي على مواقع التواصل الاجتماعي. داخل من بعيد معاهم، او خليني داخل من قريب الاول، أيمن أشرف داخل بقوة وممكن جدا يكون بينافس وممكن جدا يكون من أفضل 3 لعيبة. داخل كمان معاهم محمد شريف وناصر ماهر كنجوم تألقوا في المباراة. الموضوع مش بعد عن ال6 أسماء، في طبعا ناس كتير مصوتة لبدر بنون، في ناس مديها صوتها لطاهر، في ناس مديها صوتها للشناوي، ولكنها أصوات محدودة. لكن الأساس ال3 نجوم اللي حضراتكم شايفينهم كهربا وعلي والسولية. رأيك إيه يا كابتن عادل؟ مين أكتر 3 نجوم لفتوا نظرك من الأهلي في ماتش المقاصة؟ نمرة 1 أيمن أشرف. أيمن أشرف. نمرة 1. قبليهم كلهم. أيمن مش بعيد زي ما قلت، أيمن واخد أصوات كثيرة جدا من الناس. عامل دور أولاً التغطية، الرقابة، اللي بيعمل الأجوال بيبقى صانع لعب. أيوه. مفيش ميس باص خالص، الوحيد اللي طول المباراة تركيز، قوة، كل حاجة جميلة الحقيقة. كل واحد اختار أيمن على الحقيقة، حط جنب اسم أيمن أشرف المقاتل، يعني حاجة غريبة جدا. يعني ناس كتيرة جدا، احنا فوجئنا بالكم الكبير جدا من التصويت من امبارح للنهاردة، لكن ناس كتيرة جدا بتصف أيمن أشرف بالمقاتل، وفي ناس كتيرة جدا حطاه أفضل لاعب في المباراة، يعني في المركز رقم 1 مش 2 أو 3. هو ده بالنسبة أيمن داخل بقوة، يعني أيمن مش بعيد، ممكن بكرة المعادلة تختلف. احنا معانا هو ده نبض الناس يا أحمد. أيوه. ده نبض الناس. احنا لما بقول الكلام ده بحس بالجمهور اللي فعلا الراجل ده بيلعب روح الفانيلا الحمراء
مغطي الماتش اللي فات 3 4 كور كلها كانت اهداف، مغطي كل كور عالية واخدها، بدل هجمة مفيش ميس باس، قوة، بيعمل دايما التمريرات اللي بيجي منها اهداف. طبعا في علي معلول وفي بنون طبعا كانوا عاليين جدا في الماتش ده. بنون برضو الباصة تطلع من رجليه بحساب، تطلعش غلط. وبعدين ده انا متفرج له بقى، انا بنون ده مذاكره، ده دي واحده من اكتر الحاجات اللي بتميز لعب طريقه لعب بدر بنون، واحده من اكتر الحاجات اللي خلت النادي الاهلي يفكر فيه بدر عشان يدعم بيه خط دفاعه. فكره البونه انك انت تبني من ورا وتعتمد على لعيب باسير، لعيب عنده مهاره التمرير والاستلام، دقه التمرير وقدره كبيره جدا على الاستلام، مش بس النواحي الدفاعيه، لا كمان انه يبتدي يبني هجمه، كمان عمليه الانقضاض والضغط، وبعدين انه بيقطع ويسلم. بيقطع ويسلم، يعني انت في وضع هجومي باستمرار. ايوه انت كره معاك، معنى ان الكره معاك وبتديها صح، يعني انت في وضع هجومي مستمر. طبعا علي معلول كالعاده ما شاء الله عالي جدا، بس ايمن اشرف كان متفوق. يعني انت بالترتيب كده ايمن اشرف، بنون وعلي معلول. بنون وعلي معلول، تمام. طيب ارجع بقى لفكره الكتل اللي موجوده في بطوله الدوري. انا نادرا يعني ما اتفرجتش على بطوله دوري مصري وشفت اكتر من ثلاث فرق بينافسوا على القمه، يعني ده في احسن الاحوال، يعني دايما المنافسه بتبقى ما بين الاهلي والزمالك، ده الشكل المنافسه التقليدي. اوقات يخش معاهم فريق ثالث، مره يبقى المقاولين، غالبا ممكن كان بيبقى الاسماعيلي، شفنا في السنه اللي فاتت مثلا بيراميدز كان بيحاول يعني، لكن لم نتجاوز على الاطلاق فكره ان يكون في اربع فرق في الدوري المصري في اللي انا شفته، يعني ممكن قبل كده يبقى في حاجه ثانيه، اربع فرق تنافس على القمه وزيهم تقريبا في منطقه ما بعد المربع الذهبي، يعني تلاقي ثلاث اربع فرق ضامنين رابع خامس سادس سابع، وبقيه الفرق كلها تقريبا بتصارع على الهبوط، والفوارق في نهايه ترتيب الجدول بتجد فوارق بسيطه جدا، تكاد تكون مثلا اربع خمس نقط بين صاحب المركز الثامن وصاحب المركز الاخير. هل من وجهه نظرك، انا بشوف دي حاله تشوه، مش عارف حاجه تتفق معي ولا تختلف، بس انا بشوف انه ده تشوه الحقيقه وشيء يعيب قوه الدوري المصري. هل تتوقع انه التركيبه دي او الترتيبه دي تختلف السنه دي بالنسبه لفوق؟ انا متفق معاك طبعا، مش هختلف معاك ابدا يعني. بالنسبه للمقدمه ده على مستوى العالم، ايوه هتلاقي في اسبانيا ريال مدريد وبرشلونه باستمرار بينافسوا في وعلى استحياء، تلاقي اتلتيكو اشبيليه يعني، برضه في ليفربول والسيتي، في كل بلد في العالم البايرن لا بس مثلا في انجلترا بنشوف يعني ممكن ليفربول والسيتي ده في اخر مشوار الدوري، لكن في البدايات ممكن نلاقي تشيلسي وممكن نلاقي ليستر وممكن نلاقي مانشستر يونايتد، وكان من سنين فاتت الخريطه نفسها مختلفه، يعني كان السيتي وليفربول بعيدا تماما عن المنافسه، كان ارسنال ومانشستر يونايتد في فتره من الفترات. ما هي كل نادي بياخد فتره، بس انا بتكلم على الوضع الحالي بقى لنا 10 سنين. السيتي ماشي بقاله اربع خمس سنين ماشي تمام، هو والليفربول طبعا. فالتشوه اللي انت تقصده بقى فعلا انه بقى الباقي من بعد الاول والثاني والثالث والرابع تلاقي كله بيصارع على الهبوط، وده التشوه بقى. ايوه نتيجه ان انا من بدايه الموسم ما بحسنش الاختيار، وبعدين ما بجيبش لعيبه، الى نتيجه يا اما نادي ما عندوش الامكانيات الماديه، وطبعا الكلام ده اتحاد الكوره اللي جاي ان شاء الله لازم يبقى فيه وقفه، بحيث ان كل نادي يبقى عنده ليه دعم مادي، بحيث ان انا اقدر ان انا اجيب لعيبه واحط الفلوس اللي انا باخدها في بنك، بحيث ان انا اقدر امارس مهمتي في الدوري. اذا ما كانش عندي المقابل المادي ده موجود في البنك، بحيث ان اللعيبه والاداريين والجهاز الفني والمعسكرات واللبس وكل والمكافئات كلها موجوده في البنك، بحيث ان ما يبقاش في مشاكل زي العالم كل ما بيعمل ده، هيبقى طبعا هيخلي الجدول هيبقى قريب جدا من بعض، مش هيبقى فيه التشوه ده. التشوه ده كمان بيجي نتيجه عدم اختيار المدرب الجيد، نتيجه ان الاداره بيتفرض عليها من طريق وكيل لاعبين او وكيل المدربين، وبيبقى باستمرار الناس موجوده، وبعدين تغيير المدربين بكثره. كل الامور دي النادي الاهلي ما بيعملهاش. النادي الاهلي المدير الفني فكره بيجي. بتهيألي السنه دي بيقولوا يعني ممنوع انه لعيب مدرب ساب فريق في دوري الممتاز، انه لو يعني تم فسخ التعاقد اي سبب او المدرب مش عايز يكمل مهمته ما ينفعش يدرب في مره واحده بس. هي مره واحده بس بالظبط، ودي برضه اعتقد دي تساعد بشكل كبير قوي قوي جدا. الى جانب برضه هتبص تلاقي على الساحه دلوقتي في مدربين كتير الحقيقه على كفاءه عاليه جدا، واختاروا لعيبه كويسه. انا بعتقد انه
حتى في فترات احمد كان في تلال الاسماعيلي بينافس وياخد الدوري في التسعينات. الاتحاد، المقاولين زي ما انت قلت، في انديه ترسانه واللي اخذت كاس مصر وخدت، فيعني انما الاستمراريه ما بتبقاش موجوده. اللي انا بشوفه ان السنه دي الفرق نتيجه الدوري خلص من بدري شويه، فالفرق اللي صاعده ابتدت تعمل فتره اعداد كويسه، ابتدت تجيب لعيبه كويسه. اعتقد ان السنه دي عمليه الهبوط هيبقى فيها صعوبه، مش هتبقى زي السنه اللي فاتت في 10 او 12 فرقه مهددين بالهبوط. اعتقد السنه دي لا، هيبقى فيه الوضع هيبقى افضل. مفيش شك انه الدوري السنه دي هيبقى اصعب بالنسبه للفرق، والبدايه بتوحي بكده. طيب اكتر فرقه شدت لفتت نظرك في البدايات؟ اسوان. اسوان، اسوان مع انبي الحقيقه بيلعبوا يعني مفيش خوف، واداء رائع وجمل تكتيكيه الحقيقه كانوا هايلين جدا. اكتر نتيجه غير متوقعه؟ نتيجة بيراميدز طبعا كانت غير متوقعة، لأنه الفرقة مليانة نجوم، وتيم الاتحاد ما أضافش حاجة، حد يعني لعيبة كتير، فطبعا نتيجة 2-1 أعتقد أنها كانت غير متوقعة بالنسبة لل أفضل هدف تم إحرازه في الجولة الأولى. أعتقد عمرو السولية. عمرو السولية الفيرست تايم، الجول الثالث في ماتش المقاصة. محطوط حلو قوي قوي. يعني لو ده في الدوري الأوروبي حقيقي، يعني شوف ملعوبة إزاي. وطبعا الجول الثاني برضو بتاع كهربا في معموله حلوه، تيم ورك معموله حلوه قوي. لقفشه وقفشه بيحطها على صدره بيريحها، يعني عارف زي البلاي ستيشن يعني 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 صحيح. حاجه فعلا جميله. بس جول السولية ما وقفهاش الكره وهي جايه له بياخدها ببطن الجزمه في المقص البعيد، تاتش دي حاجه. ده الهدف رفعت معلول ومقابله السولية. التايمنج طبعا كنت بتكلم على توافق عصلي على الكوره، دي بتبقى صعبه جدا، خدوا بال حضراتكم عشان كده بيبقى. وشوف علي معلول بيلعبها له ازاي. هي اوفرات علي بصراحه، بيقول له خد الكوره دي بادي بمبنايه حطها لي في الجول. جون عمار ما عجبكش؟ جول عمار برضه من الجول الحلو برضه، برضه هو ابننا يعني. ايوه عموما ان شاء الله يمكن ماتش الغزل برضه متوقع يكون مواجهه صعبه، مواجهه كلاسيكيه زي الاهلي وغزل المحله زمان، ولا هتتوقع شكل مختلف؟ والله اللي انا اتمناه تبقى مباراه جيده. هو بس انا ايه اللي مش عايز تشوفه او ايه اللي مش عايزه يتكرر من الماتش بتاع المقص؟ افندم انا شفت امبارح كان في عنف من لعيبه غزل المحله، عنف مبالغ فيه، عنف زياده شويه، فاللي انا اخشاه اولادنا هيسافروا بعد الماتش على طول. ايوه، فعندهم ماتش طبعا مع النايجر، سوني ديب في النايجر، بطل النايجر. فاللي انا اتمناه يعني لجنه الحكام يبقى في بس في حكم، لان دول ولادنا سواء غزل المحله او الاهلي طبعا، دول ولادنا مش عايزين حد يتعور، فيبقى الحكم يعني وظيفته انه يحمي اللعيبه، دي الوظيفه الاساسيه، فيبقى في نوع من المراعاه ان انا وانا بادي المباراه اراعي الحته دي. لكن ان شاء الله النادي الاهلي اداء رجالتنا اللي حصل اللي شفته حضرتك وتابعته في ماتش المقاصه، ايه اللي عايزه يتأكد عليه؟ ايه اللي عايزه يتطور ويتحسن؟ وايه اللي تتمنى انه ما يكررش في مباراة غزل المحل؟ ماتش المقاصة الحقيقة الولاد احنا طمعين قوي، الولاد واخدين 3 بطولات في 10 ايام وداخلين على الدوري ورايحين على افريقيا. اللي انا بشوفه ان الراجل عمل حاجات، الراجل ما عندوش وقت يمرن، يعني كل 3 ايام من يوم ما جه يا احمد عنده ماتش، كل 3 ايام عنده ماتش يصلح امتى ويشتغل امتى. لكن الاضافات اللي اضافها، الكور الثابته بتتعمل في منتهى الروعه، كورنر الفاولات الثابته بتتعمل حاجه عاليه جدا. اللي انا باخد اللي انا بتمناه ان الكور الثابته اللي علينا يبقى في حذر شويه. في ماتش الطلائع الجول اللي جه فينا كان المفروض حد يمسك ناصر اظن اللي جاب الجول، عايز افتكر اسمه، جون المقاصه، لا جون الطلائع، جون الطلائع اللي جه في الدقيقة 94 ناصر منسي، ناصر منسي ايوه، ما كانش المفروض هاني اللي يمسكه، كان واحد طويل يمسكه. والماتش اللي فات برضه ايمن اشرف المفروض ان ايمن ما يمسكوش، اللي كان يمسكه بنون لانه هو اطول من هي دي. بس اللي انا اتمنى ان انا يعني يبقى بس في الكرات الثابته يبقى فيه توزيع اللعيبه يبقى بشكل افضل. يعني كل التوفيق ان شاء الله لفرقه النادي الاهلي في ماتش غزل المحله، بدايه موفقه. طبيعي ان يبقى فيه، وخصوصا طبعا حضرتك عارف انه في صفقات جديده، يمكن مساحه الانسجام ما اكتملتش،
نتمنى ان شاء الله ان الاداء يتطور، وخصوصا انه اللي جاي هو المهم. عندنا بدايه مشوار في دوري ابطال افريقيا حتى وان كانت مع بطل النيجر، ولكنها بدايه مشوار مهم جدا. الاهلي يدافع عن لقبه، ودي تفرق كتير جدا على انه الاهلي بينافس على احراز البطوله، والاهم من ده سوبر افريقيا وكاس العالم للانديه ان شاء الله باذن الله. ده اللي جماهير الاهلي حط عينيها عليه بشكل كبير. شرفتنا ونورتنا كالعاده كابتن عادل، شكرا على وجود حضرتك معانا. ويمكن كابتن عادل ما يعني الوقت ما اسعفناش نتكلم، لكن الحقيقه عنده كلام كتير جدا كتير جدا عن المواهب واكتشاف المواهب، والحقيقه اتمنى يكون في لقاء قريب معاه على شاشه الاهلي في السادسه نتكلم اكتر عن حجم المواهب واكتشاف المواهب في مصر. بشكر حضراتكم على المتابعه ونقابل حضراتكم بكره ان شاء الله.